خسرت كما سبق لي سمسار راه ربعة الحجلات وارنب وعفاك اللي ما عندوش سميتو ديال الطيور المهاجره ما يضربش الحمام حقاش خاص يكون عندك سميتو ديال التمبر ديال الطيور المهاجره ثلاثه القرطاسات عفاك ثلاثه القرطاسات ضروري ضروري ديروا الخماسيات ضروري ديروا سميتو لحقاش اون فوا ما غاتكونش داير الغيستخان ديال القرطاس كتسمى قنص بوسيله ممنوعه دونك هذاك راه بروسي سوا كنتي مشارجيها ولا ما مشارجيهاش. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بالنسبه للجمعيه ديالنا كتحاول توفر الوحش كل سنه على حسب البروغرام اللي عطينا المياه والغابات اللي كتواكبنا في هذا الاطار هذا وكتحاول انها دير كل مجهوده باش تكون هذه الجمعيات في احسن مستوى بمنطقه ترحامنا. هذه السنه كان الوحش موجود الحمد لله باكثريه في الحجل. بالنسبه للارنب مع الافه اللي كانت جات ديال الصبار هي اللي دارتو شويه لان كانوا الناس داواه وداروا شويه المهندات وداروا داكشي شويه داروا عليها ما بقاتش بزاف كي الحجل. اما بالنسبه لطائر الحجل فهو موجود الحمد لله عندنا في المنطقه. الهدف من تنظيم هذا الحفل ديال افتتاح موسم القنص بهذه الطريقه التقليديه والبسيطه هو الحفاظ على بعض العادات والتقاليد اللي داخله في اطار ديال الرمى على غرار الرمال الاولين بحيث هذه العادات للاسف بدات كتنقرض بحال الفاتحه والمضمون ديالها الكل شيء كيعرفها هي انه كنطلبوا السلامه والتيسير لجميع الرومات والحياحه والسكينه. وثانيا مساله اخرى اللي انقرضت ديال العرام وهذا المصطلح راه تيعرفوه الرمى يعني كنضربوا الوحش كامل اللي كيتضرب كيتجمع وكيتفرق التساوي لان اليوم انا تفرج غدا ما نتفرج. وبالاضافه للحضور الفعلي العديد الاسم هذا هو مرتبط علاش لانه هذا بدايه رمى مجمل اغانيهم كتغنى بالحياه الباديه البسيطه وكيركزوا في مجمل اغانيهم على عادات وكواليس عمليه القنص. حينا الذكريات اليوم والله العظيم لا تفكرنا ديك الايامات اللي دازت كان مال المرحوم رشيد الله يرحمه ويوسع عليه هنا نضلوا نجنوا فيه بحال كنجنوا في الكرموس بحال كنجنوا في الكرموس ولكن قدره الله لا اله الا الله محمد رسول الله وهي خير كلام كل ساعه وساعتها. دابا درنا هاد الدوره من لها جينا لقينا الفرق لها تبعناه جينا لهنا درنا ساعة قلت لك يمشي باقي الصباح هذا كيمشي لينا بعيد غير كرفسنا سخفت طلعت في الطريق. كيتلاقوا فيه الرمى اللي كيتلاقوا فيه القناصه فدائما افتتاحيه ديال الصيد كتكون عندها واحد رمز واحد كتكون فيها واحد الحماسيه وكيكون فيها واحد الشوق باش الاخوان كلهم يتلاقوا مع بعضياتهم وكيعاودوا يحيوا داك الموسم الجديد ديال القنص. الصيد بخير وعلى خير ونشطنا وقصرنا وتفرجنا. عيدنا سيدي جشت رنابه انا واحد الدري خويا هو ارنب وانا ارنب.